وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من رام الله مراسلة القاهرة الإخبارية ولاء سلامين. بعد التحية ولاء، ما هي التفاصيل لديك فيما يتعرض له قطاع الضفة الغربية من انتهاكات من قبل جيش الاحتلال، خاصة في ظل انشغال نظر العالم لما يحدث في قطاع غزة؟ وهذه كانت تصريحات لمحافظ مدينة الخليل. أهلا بكم. نتحدث عن اعتداءات مستمرة لقطعان المستوطنين وأيضا جنود الاحتلال، متمثلة بالاعتداء على الفلسطينيين في منطقة جنوب الضفة الغربية في مدينة الخليل، لا سيما وأن كان هناك يوم أمس اعتداء على المسجد الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وكان هناك اعتداء صارخ على هذا المسجد، وكان جنود الاحتلال والمستوطنين سيقومون بسقف صحن المسجد الحرم الإبراهيمي، مما يعني تهويد المسجد الحرم الإبراهيمي بمزيد من الاستيطان، وأيضا لأن يكون خالص للمستوطنين في تلك الفترة، لا سيما وأن المسجد الحرم الإبراهيمي في الفترات السابقة قسم إلى التقسيم الزماني والمكاني بفعل ما قام به جولدشتاين في الزمان، وعندما قام بفتح النيران على المصلين داخل المسجد الأقصى المبارك، ومن ثم المسجد الحرم الإبراهيمي، ومن ثم أغلق هذا المسجد، وبعد ذلك قامت قوات الاحتلال بفتح أمام المستوطنين وقسم زمانيا ومكانيا. أيضا الاعتداءات متتالية على مدينة الخليل وفي التحديد أيضا البلدة القديمة. من بعد 7 أكتوبر لن يكون هناك تواجد للفلسطينيين من بعد الساعة 6 مساء، أي يمنع على الفلسطينيين من التزاور من التجول في البلدة القديمة في مدينة الخليل. أيضا هناك اعتداء آخر في مدينة الخليل، ونحن نتحدث عن قرى جنوب مدينة الخليل بالتحديد في قرية بيرين التي ذكرتها، هناك 20 منزلا مهدد بالهن، قد هدمت قوات الاحتلال 10 منازل من أصل 20 منزل، وهناك الكثير من المناطق هي مهددة بالهدم، كما سافر يطا والتي يعتدى عليها مرارا وتكرارا من قبل قوات الاحتلال وأيضا المستوطنين. نتحدث أيضا عن الاعتداءات التي يقوم بها جنود الاحتلال وهي في السلب والذهب، وأيضا نتحدث أيضا عن بعض الأحياء في هذه الفترات، نتحدث عن اتهام لبعض الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين والاستيطان، ولمزيد من التقسيمات التي يبنى على الفلسطينيين تجاوز هذه التقسيمات وهي المسمى بتقسيمات أوسلو على سبيل المثال، وهي المناطق المصنفة جيد، يمنع على الفلسطينيين بتاتا البناء في هذه المناطق، لذلك بعض الفلسطينيين يتجاوزون هذه القوانين ويقومون بالبناء تحديا لقوات الاحتلال، ولكن ريثما تتخذ خطوات قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين بهد هذه المنازل ومنطقة برين ومسافة ريطة تعتدى عليها يوميا من قبل غلاة المستوطنين وأيضا من جنود الاحتلال لهدم هذه القريتين. نعم ولاء، وكيف يتم الاستيلاء على مقدرات المياه في مدينة الخليل وفي الضفة الغربية بشكل عام؟ ولاء هل تسمعيني؟ ولاء يبدو أننا فقدنا الاتصال بالزميلة ولاء سلامين مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله.